من الألغاز الجميلة من منصوبات الأسماء في الامتحان: فلئن عفوت لأعفون جللا، ولئن رميت لأوهنن عظمي. بيقول اعرب جللا. أنا عندي الاختيارات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وحال منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. يا ترى بذكائك الخارق هتعمل ايه؟ طبعا انا مش قصدي حاجه والله، بس ايه، بحاول بس نخفف جو السؤال، لانه سؤال اتم، سؤال رخم شويه. ها، اصل الطلبه دايما بتتلخبط في المنصوبات. هعرب جللا هنا ايه؟ فلئن عفوت لاعفون جللا. ما تاخدها بالهبه يا دكتوره. دكتور مصطفى ورا الكاميرا، فهو شكله بيحب النحو، هو اول مره يقعد معايا، بس ايه، فشكله كل ما اقول سؤال يبرق كده. يلا تختاري بقى. فلئن عفوت لاعفون جللا. لا، ما احنا مش المره اللي فاتت كانت اتنين، والمره دي كانت ثلاثه. انت تاخدها بالارقام. الفيديو اللي فات كان سؤال، وده سؤال تاني خالص. طب هنقول انت مايل عايز تقول مفعول به مثلا، صح؟ صلي على النبي يا عم. دلوقتي الفعل اعفو فعل لازم ولا متعدي؟ طبعا انت لازم تفرق ما بين يعني ايه فعل لازم، فعل لازم وفعل متعدي. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله. الفعل اللازم، الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، والفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعول به. وعندي في فعل كمان متعدي لمفعولين اصلهما المبتدأ والخبر، وفي فعل متعدي لمفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر، وكمان عندي فعل بينصب ثلاثة مفاعيل، فإحنا مش خلصانين. قال لي تعال نشوف الفعل أعفو كده، جربوا على اسمك عشان تعرفوا فعل لازم ولا لا، يعني في ليه مفعول به ولا لا. لما يكون عايز تفرق ما بين الفعل اللازم والمتعدي جربوا على اسمك. يعني يشرب مثلا، يشرب الدكتور مصطفى الماء، أهو في مفعول، صح؟ طب يضحك، ها؟ مفيش، يبقى ده فعل لازم. يبقى انا ما اقدرش اقول على ده، جربوا على اسمك كده، يعفو مصطفى، ها ها ها، مفيش، خلاص يبقى ده فعل لازم. يبقى منين هيبقى له مفعول به؟ يبقى انا هستبعد رقم واحد، هستبعد رقم واحد. طيب مفعول مطلق، قال لي ما هو المفعول المطلق الفعل والكلمه بيبقوا من جنس بعض، يضرب ضربا، يعفو عفوا، يبقى انا هشيل المفعول المطلق. اتبقى معاك نائب عن المفعول المطلق وحال منصوب. دلوقتي في حاجه برضو ممكن تساعدنا، ان الحال في الغالب ياتي اسم مشتق. ياتي ايه؟ يعني ايه اسم مشتق في اللغه العربيه؟ قال لي الاسم المشتق من المشتقات يعني صيغه المبالغه، واسم الفاعل، واسم المفعول. يبقى انا ما اقدرش اقول ان دي، لان دي لا اسم فاعل ولا صيغه مبالغه ولا اسم مفعول. يبقى ما تبقاش معايا غير نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. طب عايزين نعرف نوعه جت ازاي. هي اصل العباره: فلئن عفوت لاعفون عفوا ها جللا. فحذف المفعول المطلق وعين عنه صفه المصدر، صفة المصدر، لذلك دي بتساوي كلمة كثيرا، زي أحبك كثيرا، هي أصلها أحبك حبا كثيرا، شلنا حبا وحطينا كثيرا، فبقت نائب عن المفعول المطلق. نوعه إيه؟ صفة المصدر. صفة إيه؟ المصدر. يبقى أنا هنا عندي جلل النائب عن المفعول المطلق ونوعه صفة المصدر، وهي تساوي بذلك كلمة كثيرا وكلمة سريعا. وبرضه هرجع وأقول دي مش ثوابت، اوعى تحفظ لي كلمة سريعا وكثيرا انها دائما نائب عن المفعول المطلق. ليه يا دكتور؟ قال لي لاني ممكن اقول لك ان كثيرا من الناس، فتبقى اسم ان. املك مالا كثيرا، فتبقى نعت. لكن لما اقول لك ضحكت كثيرا، انا قصدي اقول ضحكت، ايوه، ضحكا كثيرا، فتبقى نائب عن المفعول المطلق.